تسدد في قروضها، وهذه راهي نقطة مهمة جدا. وقت نحكيو على إفلاس الدولة، وقتها الدولة تولي غير قادرة على سداد الديون، وإلى حد الآن الدولة ملتزمة متعهدة وما وقرتش بالكل في هذا الصدد. مبالغة على الحقيقة، والمبالغة عليها كثرة هالأيامات هذوما. أنا نطمن التوانسة الكل، قدرة ربي معناها أمن نفقاتها في معناها في كل المجالات. الدولة دوك ماهيش فلسة، شهري ماهيش مهدة، هذا زاد اللي قالته وزارة المالية. نبدأ معاك أنت مراد، تقول زاد الوزيرة أنه ميزانية 2022 فيها إمكانيات اكتتاب وطني جديد. هو الكلام نتاع وزارة المالية كلام معقول وكلام في بلاستو، على خاطر في بلدان العالم الكل الأسواق والمستثمرين والفاعلين السياسيين يعطيوا قيمة للتصريحات نتاع وزيرة المالية أو وزير المالية، باعتباره هو اللي مسؤول على المالية العمومية، وهو اللي يعرف بالضبط شنو عند الدولة وشنو عنده. الكلام تاع وزيرة المالية زادة معقول في مسألة حكينا عليها البارح، تذكر بعد ما حكينا على الأزمة وقلنا الدولة ناقصتها فلوس، طبعا بعد كانت حاب نعطيه الأرقام. أنا ديما أقول فما معناها مرحلة دولة تونسية ما وصلت ليش، اللي هي ما يسمى الديفوت بيمو. علاش؟ خاطر تونس بلد مفتوح، تونس لها 40 سنة في الأنظمة الكل تتسلف في الفلوس، وهذا عادي تتسلف في الفلوس في الداخل مع البنوك التونسية وفي الخارج مع البنوك الأجنبية أو مع الدول الأجنبية. ولكن تونس حتى في أكبر أزماتها وقت عندها قرض من البرة ترجعه ساعات بتأخير، مرة بستشهر، مرة بعام، مرة بعام ونص. لكن اليوم إلى يوم الناس هذا، وحسب المعلومات المتوفرة تقريبا في عليها جماع، تونس ما فهم حتى قرض خذيته ما رجعتوش. ودير تونس الفو ايفيتي لو ديفوت بايمون باش تنجم تزيد تقترض، وهذا يحسبوا لوزارات ماليه. هذا فيما يسمى يقولوا الارثوذكسي. مراد كريم باش تبدل شويه على البارح ولا لا؟ ليه باش نجيك لك المشكل مش انه تونس عندها ديفوت، خاطر كي تونس ترجع القروض نتاعها يعني انه سكرت على روها وحصرت من جهه اخرى. انا يبدو لي ان وزيره الماليه ضيعت فرصه البارح، وانه المره الالف صارح التوانسة بالوضعية. وقت يقولوا تقال مش كلامينا، وقت عملت الميزانية أنه تونس نقصتها ما بين 3000 و 5000 مليار، 3000 و 5000 مليار هذوما نقصين في برشا حاجات، ومنها وقت هي البارحة تقول الدولة تقوم بدورها، ما هوش صحيح. الدولة قاعدة تعطي في الشاري وي، لكن ملاحظين وأنه في الاستثمار ناقص. التوانسة قاعدين يلاحظوا انه في مثلا في القناطر في لونتروتيان استغليو ما عادش عندها فلوس، والسونيت ما عادش عندها فلوس. ما تحسش مراد انه سيام بوديري البارح وزيرة المالية حاولت تكون غاسيورونت الوغ كو سيتي لو مومون بروبيس، كان ممكن احسن وقت البارح باش تقول للتوانسة سيتواسيون ريال شنو هي. لي زانديكاتور الكل يقولوا انه البلاد اونتر غيمي فالسه، واللي ما فماش فلوس جمله ايتترا ايتترا، والعباد الكل توا واعيه بالحاجه هذه، مش نقول قابلتها اما واعيه. دونك سي بوتيتر لو ميور مومون باش تقول للعباد ليتا ريال دي شوز. لكن باختصار بلوتو كو راسوري كيف ما العاده، نجمو ندخل في حاجات سلبيه. ما صبروناش شويه البارح وقت تقول والله الويكاند احنا مستنسين نصبوا لو 23 وجا الويكاند، هذا كلام ماهوش نتاع وزير مالي. لكن في نفس الوقت لازم تفهم بعد النفسي وزير الاسواق والمستثمرين. مثلا وقت يتكلم وزير الماليه في امريكا كل كلمه الي ديكورتيكي، علاش تقول هكا؟ ما تحبش كي ليها موفمون بانيك. البارح مثلا وقت صارت حكايه البوسطه 700 مليار اللي دارت تطرح اشكالها، لانه التصريح تاع صديقنا غسان القصيبي صحيح ولا الناس تمشي تجبد فلوسها، كان الناس غدوه تمشي تجبد فلوسها، السيستم الكل باش ينهار. إيه اما كان كل مره كل مره اون فا غوتاردي الواحد على خاطر خايفين من موفمون دو بانيك، ا مومون دوني باش تقف الزنقه في ذاك خطاب سياسي.